اهلا بيك كابتن اسلام، برحب بحضرتك وبكل متابعي ومشاهدي ملعب الاهلي في كل مكان، متواجدين مع حضرتك من احد الكافيهات المتواجده بمدينه السادس من اكتوبر. يمكن جمهور النادي الاهلي بدا بالفعل يتوافد على المكان. المكان ده معروف ان بيتابع فيه عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي، مش بس الجمهور، ان هم شله المدرج زي ما بيطلقوا على انفسهم، او معروفين دايما بين الجمهور، بيتابعوا دايما المباراه من هذا المكان اللي احنا متواجدين فيه. مش هنبقى متواجدين بس من هنا كابتن اسلام، هنبقى متواجدين من اكثر من مكان هنا ان شاء الله في مدينه السادس من اكتوبر لمتابعه ورصد اجواء ومتابعه جماهير النادي الاهلي لمباراه اليوم النهارده بين الاهلي وفيتا كلوب في الجوله الخامسه من دوري المجموعات لدور ابطال افريقيا. كان الجمهور بشكل كبير من خلال متابعته لحضرتك لقناه النادي الاهلي ورصد حضرتك وعرضك لتشكيل المباراه، الجمهور متفائل بشكل كبير وراضي بشكل كبير عن التشكيل، وان شاء الله يعني باذن الله يبقى في تفاؤل كبير بالفوز النهارده. يمكن في كذا حد من الجمهور كان يتكلم معايا، وزي ما حضرتك ذكرت في المقدمه افتكروا كلهم ماتش انيمبا والنادي الاهلي. انيمبا كان بقاله سنتين بياخد البطوله وبقاله فتره ما بيخسرش على ارضه، وبالذلك المباراه اللي حضرتك اتكلمت عنها وهدف كابتن عماد متعب وتحقيق الفوز بعد سنتين كان انيمبا بيخسرش على ملعبه، ده يمكن مدي تفاؤل للناس بشكل كبير ان شاء الله النادي الاهلي قادر النهارده وسط 80,000 متفرج على ملعب الشهداء بالكونغو تحقيق الفوز، وان شاء الله الوصول للنقطه العاشره، وان شاء الله نصعد للدور القادم ان شاء الله بدون الانتظار لاخر جوله، وان شاء الله يكون اداء كبير ورصد كبير لجماهير معانا هنا من كل انحاء 6 اكتوبر. هنكون معاك كابتن اسلام ونقل كل اجواء الجمهور لحضرتك. هذه المباراه هل شايفين ان المباراه النادي الاهلي يستطيع ان يفوز فيها ولا لا؟ كابتن اسلام زي ما بقول لحضرتك الناس معترفه ان المباراه صعبه، خاصه الملعب نجيل صناعي في وسط 80,000 متفرج، الرطوبه يمكن من خلال متابعتنا لزميلنا كريم احمد الرطوبه عاليه، وده واصل للناس اللي كلها بتتابع قناه النادي الاهلي هنا بيتفرجوا على حضرتك من المكان اللي احنا موجودين فيه. لكن مع ذلك زي ما قلت لحضرتك في تفاؤل، الناس يمكن ان شاء الله المره دي يعني زي ما بيقولوا ايه الثالثه ثابته باذن الله، وان شاء الله البطوله تبقى من نصيب النادي الاهلي السنه دي. التشكيل اداهم طمانينه كبيره وخلاهم متفائلين، شايفين ان احنا طالما الفرقه بتلعب على فرصه واحده وهي الفوز والوصول للنقطه العاشره، ده مؤشر كبير جدا ان شاء الله لتحقيق الفوز النهارده. واعتقد ان الارتياح ظاهر وواصل للناس كلها من خلال التشكيل زي ما قلت لحضرتك. النهارده اليوم السبت كمان، فده مخلي يمكن اليوم اجازه لمعظم من المصريين النهارده، ده مخلي اقبال كبير والناس من بدري بتتابع المباراه، وان شاء الله مستعدين ونفرح كلنا ان شاء الله بعد انتهاء المباراه. كابتن اسلام يا رب ان شاء الله. انا بشكرك يا محمد على وجودك في احدى الكافيهات الحقيقه، شكرا جزيلا ليك يا محمد. زي ما حضراتكم شايفين